الحقيقة الموضوع غريب شوية. هو وأنا عمال أفكر في تسبيحة الملائكة على الأرض السلام، فبقيت أقول له يا رب هو فين ده بقى؟ الملائكة من 2000 سنة قالوا على الأرض السلام، إحنا مش شايفين هو راح فين؟ هو ده وعد ولا ده أمل ولا ده إيه بالظبط؟ فلوحده السؤال ده، هو فعلا في على الأرض سلام ولا ما فيش؟ وإيه المقصود المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر؟ عشان في الأول النص ده هتلاقوه في إصحاح 2 بيقول: ظهر بغتة مع الملائكة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصر. هنا يا أحبائي أنتوا عارفين طبعا أنه الملائكة نفسهم كانوا فرحانين بالتجسد قوي، لأنه التجسد ده خلى الملائكة نفسهم يشوفوا المسيح معانا، ده اللي قاله القديس بولس. عشان كده يتقال تراءى لملائكة، يعني الملائكة نفسهم ما كانش يقدروا يشوفوا ربنا، بالتجسد هم كمان قدروا يشوفوه لأنه ظهر كإنسان. فطبعا أدركوا قد إيه عظمة التجسد أكتر من البشر، فكان احتفالهم معاه. لو أنا سألت يا ترى السلام حل على الأرض؟ مش قادر أقول كده. ليه؟ لأنه الحروب شغالة، في ظلم كتير، في أوبئة، في مجاعات، في خراب، في افتراء، في أذية، في أخبار ورا بعض صعبة. فلما الواحد يقول طب هو المسيح دخل عمل ايه؟ طيب هل فعلا حل السلام على العالم ولا ده كان كلام ملائكة في الهوى؟ ما شفناش الحروب هديت، بالعكس ده المسيح نفسه قال: ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. طبعا احنا فهمنا زي ما قصدها المسيح انه الاضطهاد هيزيد بسبب المسيحية، لكن يعني ايه على الأرض السلام؟ ده المعنى اللي يشغل. وأنا بفكر في المعنى ده كنت بقى بقول: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسك. اكتشفت بقى إن الجزء ده هو اللي رد لي على السؤال، بمعنى طبعا الجزء ده كله خاص بالتجسد، وانتوا عارفين إن الجزء ده اللي حطه مجمع أفسس، المجمع الثالث اللي بنؤمن بيه، ونتيجة طبعا النسطورية، ولأن نسطور ما كانش وافق على كلمة ثيوتوكوس والدة الإله، وكان إيمانه بالتجسد ملخبط لأنه شايف المسيح شوية إنسان وشوية إله. فهنا الكنيسة مع بقيادة كيرولوس الكبير البطرك المصري 24 حطوا النص ده عشان يعني يعقلوا الناس، يظبطوا دماغ الناس إنه لا قولوا معانا الكلام ده، لأن الكلام ده هو اللي إيه، هو ده اللي بيشرح التجسد. نعظمك يا أم النور الحقيقي، هي أم النور. خلي بالكو أم النور غير مصدر النور، يعني إيه؟ المسيح هو النور، لكن المسيح دخل أحشائها وخرج منها، تولد منها فبقت أمه، فهي مش أمه بمعنى مصدر لاهوته، لكن هي والدته، فبقت اسمها أم النور الحقيقي اللي هو المسيح. طبعا النور الحقيقي دي في يوحنا 1، نمجدك، وفي ناس بتستكتر تقول نمجدك يا عدرا أو نعظمك. لا، الآباء وافقوا على التعبيرين دول، نعظمك مقبولة ونمجدك مقبولة ونطوبك، وهي نفسها قالت بالروح القدس: هو زي منذ جميع الأجيال تطوبني. فهنا الكنيسة رفعتها وقالت لها كلمات كبيرة قوي: we magnify you, we glorify you. الكنيسة قبلت هذه الكلمات، وده من غير ما يلغي بشريتها، هي شايفاها إنسانة لكن واخدة كرامة لأنها والدة الإله. ولدت لنا مخلص العالم. إذن على الأرض السلام مرتبط بكلمة الخلاص. المسيح ما جاش يخلصنا من الحروب، الحروب دي نتيجة طبيعية للسقوط، ولا من الأوبئة ولا من المجاعات، لا جاي يخلصنا من الهلاك الأبدي. اللي أدرك دي هو اللي هيدخل قلبه السلام، عشان كده يقول أتى وخلص نفوسنا. He came and saved our souls. هنا نفوسنا مش أجسادنا، بمعنى هم منعش المرض، منعش الظلم، منعش الشر،
لكن نتيجة الشر النهائية الهلاك الأبدي هو ده اللي المسيح قفله تماماً بالفداء اللي هيمشوا مع المسيح. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل. يبقى تعالوا بقى نفهم الكلمات دي من منظور على الأرض السلام. فخر الرسل معناه إيه؟ لما تقروا سفر الأعمال تلاقوا الرسل ما شافوش يوم في سلام، إنما الحقيقة الرسل كانوا دايماً فرحانين، وكان عندهم سلام يفوق كل عقل، جوه السجن وجوه الاضطهادات وجوه الآلام، ويتضربوا ويتهانوا ويشوفوا استفانوس بيترجم ويعقوب بتطير رقبته، بس عندهم سلام لفخر الرسل. يبقى هنا واضح إن على الأرض السلام كأن بين قوسين للي هيقبلوا المسيح، للي هيمشوا وراه، للي هيؤمنوا برسالته، للي هيفهموا غرض مجيئه هو الخلاص الأبدي على الأرض السلام. هنا فخر الرسل رغم كل الضيقات اللي شافوها. إكليل الشهداء نفس المعنى. طب الشهداء الحياة بهدله وتعذبه، 7 سنين أكملها القديس ماري جرجس بنقولها في الزوكسولوجية، 7 سنين بيتعذب. طب فين على الأرض السلام؟ جواه سلام. العذاب شغال من بره بس هو جواه ملكوت الله، عنده سلام. تهليل الصديقين، القديسين كانوا بيهللوا رغم أن الدنيا حواليهم كلها شر وكلها ظلم كلها فقر وتعب، لكن في تهليل الصديقين. شوفنا بولس وسيلة جوه السجن بيهللوا، ليه؟ أدركوا الخلاص. إذن على الأرض السلام، أنا بحاول أشرح المعنى ده لأنه فعلا أنا شغلتني الحكاية، الأرض ما فيهاش سلام، لا هو فيها سلام، دخل حقيقي لأن المخلص أتى. واللي فهم الخلاص بالمعنى المستقبلي إن خلاص حكم الموت بطل وإحنا كده كده هننام ونصحى ونشوف السماء، يبقى خلاص مش هيفقد سلامه. لكن من ناحية الدنيا، الدنيا لسه إيه يعني موضوعة في الشرير. ثبات الكنائس هي برضو كلمة غريبة. طب وهي الكنائس من إمتى ثابتة؟ بمعنى الكنائس دايما معرضة لهرطقات، لاضطهادات، لضغوط سياسية، لضغوط خارجية، لمشاكل من كل ناحية، لكن هي ثابتة بالمخلص بالمسيح اللي فيها رغم محاولات الشرير. وغفران الخطايا، المفردات اللي حطوها أباء مجمع أفسس عشان يقولوا لنا هو ده جو المؤمنين بعد ما ادينا العظمة والمجد اللي أمنا العذراء كوالدة الإله، وبدأنا نشرح التجسد أتى ونخلص نفوسنا، المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، وابتدينا نشرح بقى المسيح هو سر سلامنا. يبقى الدنيا ما فيهاش طبيعتها، الناس حوالينا مضطربة، الترانكيلايزرز المهدئات بتتباع أكتر حاجة دلوقتي زي الانتيبيوتيك والفيتامينز، لكن اللي بيقرب من المسيح قوي ويدرك الخلاص الآتي بيقدر يتمتع بحاجة جديدة. غفران الخطايا رغم كثرة الخطايا، يعني المسيح ما وقفش الشر اللي في العالم لكن فتح باب غفران، والغفران ده حاجة غالية جدا، لأنه إيه يعني حاس ما كان في سفر زكريا ينبوع للنجاسة، يعني إيه أي حد نجس يترمي في الينبوع ده يطلع نظيف. إشارة أن في غفران سهل دلوقتي بعد دم المسيح والفداء. إذن السلام يا أحبائي زي كل العطايا الإلهية لازم الواحد يقبلها أو يرفضها، بمعنى ما بيتفرضش علينا. يعني المسيح لما جاب السلام أو الملائكة حيوا التجسد بكلمة على الأرض السلام، ده مش معناه إنه السلام اتفرض على الناس. النعمة تقبلها أو ترفضها، كذلك السلام كنعمة تقبله أو ترفضه. عشان كده تلاحظوا الكنيسة طول النهار تقول إيريني باسي، السلام ليكم. ليه؟ ممكن تستقبل السلام، كلام ده ليك. إذن ممكن تستقبله أو لا تستقبله. تستقبله يعني مصدق في ربنا وهتمشي وراه وهتتكل عليه وتعمل الحاجات الحلوة اللي انتوا قلتوها في الأول دي، يبقى انت فعلا هتدوق السلام وتوصل إلى سلام يفوق كل عقل. هنبص على نص تاني النهاردة، اليوم شوية طقسي. فنص بداية صلاة الصلح في القداس، تلاحظوا بنحط كلمة السلام في المقدم. يا الله العظيم الأبدي جبل الإيمان، حط المشكلة اللي طيرت السلام، الموت اللي دخل هو اللي طير السلام، والناس مرعوبة ليه النهاردة؟ عشان الموت. عارفين مين اللي مش مرعوبين؟ اللي عندهم سلام. جايبينه منين؟ مش خايفين من الموت. طب ليه؟ لأنه واثقين في المسيح أنه ادانا حياة أبدية.
هدمت الموت بالظهور المحي، وبالتالي النتيجة إيه؟ ملأت الأرض من السلام. وهنا بنحط بقى تسبيحة الملائكة. يبقى كل مرة الكنيسة بتقول على الأرض السلام، ما تقصدش سلام الدول مع بعض، سلام من الحروب، سلام إن الشر يقف، لا لا، تقصد الأبدية، تقصد الخلاص. ملأت الأرض من السلام الذي من السماوات. وده بقى اللي الملائكة بيسبحوك بيه، على الأرض السلام. يبقى السلام حاجة داخلية يتمتع بيها الناس اللي قبلوا المسيح، اللي مشوا وراه فرحانين بيه، اللي صدقوا ان التجسد ده معنى المسيح دخل عالمنا، ربنا نفسه جه خلصنا، دول هيعيشوا في سلام. تلاحظوا ان هيرودس اتعفرت بزيارة المسيح. وعاوز اقول لكم حاجة تقصية بحب افتكرها كل عيد ميلاد. اول مرة انتبهت للقرايات في عيد الميلاد وانا شماس زمان، استغربت قوي ان الكنيسة ليلة العيد ما بتقراش إنجيل الرعاة، تقرأ إنجيل المجوس، مع أن إنجيل المجوس ما حصلش في لحظة الميلاد. المجوس غالباً زاروا المسيح بعدها بالشهور، الرعاة هم اللي حضروا في يومه في أول ما تولد. ليه الكنيسة اختارت نص المجوس؟ لأن نص المجوس بيأكد أنه المسيح ملك، المسيح هو ربنا. المجوس دول بيسجدوا، دول ملوك بيسجدوا له، فده ملك الملوك. فالكنيسة مهتمة قوي تعلن الحقيقة دي، إنه ده مش طفل اتولد، ده رب المجد يسوع إلهنا ومخلصنا الصالح. فصلاة باكر، أنا بس بوريكم قد إيه في نصوص لترجية كتير بنقولها بس إحنا مش مركزين، وكل النصوص دي بتلمس موضوع السلام عشان تحط السلام في قلبنا، بس احنا بنصلي ونطلع ما عندناش سلام لاننا مش مركزين في المعنى الجميل انه المسيح بدخلته العالم مفروض خلاص تفرقش معنا حاجة بعد كده، فيش حاجة تخوف. بنقول ايها النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان، اتي للعالم، اتيت الى العالم بمحبتك للبشر، كل الخليقة تهللت بمجيئك. نقصد ايه هنا؟ نقصد ان الملائكة والبشر، مش بس الملائكة، نبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، ولد لكم اليوم مخلص في مدينة داود. كل الخليقة كيرولوس الكبير قال عليها، والبهائم لأنه اتولد في مزود بقر، حتى الحيوانات فرحت به. إنما كل الخليقة تهللت. لاحظوا لوقا واحد ده اللي هو أساس شهر كياك، العذراء بتسبح، إليصابات بتسبح، زكريا بيسبح، إيه الهيصة دي؟ والملائكة في تاني صح بيسبحوا. كل الخليقة تهللت بمجيئك، خلصت آدم من الغواية وعتقت حواء من طلقات الموت، أعطيتنا روح المنوة فلنسبحك. يبقى هنا كل يوم في باكر احنا زي ما تقولوا بناخد شحنة سلام كده من خبر التجسد، من خبر ميلاد المسيح جالنا، كل الدنيا تهللت خلاص. النتيجة النهائية ايه؟ في عتق، في خلاص، بقينا أولاد ربنا، يبقى المفروض نبقى فرحان. كل الخليقة تهللت بمجيئك دي معناها ان البشرية العقلة الوعية الدريانة ادركت ان في انتصار على الشر خلاص. مثل الجميل اللي حكاه المسيح ان لما يكون في بيت في واحد قوي ومسيطر لازم يجي الاقوى منه يدخل البيت يربطه، ده اللي عمله المسيح بدخلته العالم. دخل عالمنا ربط الشيطان خلاص، رأيت الشيطان ساقطا كالبرق. طب في ناس رايحة ورا الشيطان خلاص، مش هيحسوا بسلام وما حسوش بدخلة المسيح، زيهم زي هيرودس وبيلاطس وهيرودس الثاني. إنما اللي حسوا بالمسيح ومش وراء وصلهم السلام بقى. الحرية من الخوف، يعني العالم كان مليان مخاوف، النهاردة المؤمن الحقيقي فعلا ما بيخافش. وده التحدي اللي عاوزين ننشغل بيه طول السنة دي، أنه مهما كانت الأخبار والتحديات والمشاكل هنتحارب كلنا بمخاوف لازم ننتصر عليها، لأنه ربنا بيحبنا، ربنا جالنا دنيتنا، ربنا غلب الموت حطه تحت رجلينا، الشيطان ملوش سلطان علينا. كل الإيمانيات دي هي اللي تخليني أحتفظ بسلامي. يبقى على الأرض السلام، يبقى في قديسين عايشين في سلام رغم أن الأرض كلها فقد السلام، لكن القديسين المدركين الخلاص لايقين السلام. كمان أعطيتنا روح البنوة، وهو ده أهم حاجة. مرة واحد بيقول لي أنا لقيت الشغل ملخبط والبيت ملخبط
والجيران مطلعين عليا والعربية بايظة ومعيش فلوس. فأنا كنت إيه هنفجر. وبعدين فكرة واحدة طقت في دماغي، طب أنا أبويا ربنا، وأنا كنت أدفع فيها كام دي عشان يبقى ربنا أبويا؟ خلاص بدل أبويا ربنا أنا مش هعوف حاجة خالص، ومش هعمل حاجة خالص النهاردة، وأفضل أقول أبانا الذي كل شوية. قال لي تاني يوم لقيت كل حاجة بتتحل لوحدها، ولقيت عندي سلام عمري ما شفته. يبقى أعطيتنا روح البنوة دي، ده فعلا مصدر للسلام. تلاحظوا إن ربنا يسوع كان بيتكلم كتير بكلمة السلام، يعني يقول اذهبي بسلام مثلا. جت في كام موقف، موقف في يوحنا 8 بتاع التي أمسكت في ذات الفعل، ده موقف محرج جدا، موقف صعب جدا. دي واحدة بتترعش ومرعوبة ولما نفسها بهدومها بالعافية، ومخزي ومخجل، والناس ماسكة الطوب، والرجم ده مرعب جدا، وتهمة ثابتة عليها. وبعدين نفاجأ إن المسيح بيتكلم عن السلام، وعمل حركة، يعني إيه، عمل سيناريو للخلاص، وركع جنبها عشان ياخد الطوب مطرحها كأنه بيفديها. وقال لا أما دانك أحد، قالت له لا كله مش ولا أنا أدينك، اذهبي اذهبي ولا تخطي أيضا. حط لها السلام بأنه غطى عليها، ستر عليها، خلصها، وقال لها يلا امشي ما تغلطيش تاني، بس لأنك لو غلطتي تاني هتفقدي السلام، ولو فضلتي بإرادتك بتغلطي أنت كده بتضيعي تعبي، بتضيعي الستر اللي أنا بستره عليك. في لوحة 7 اللي بنصليها في نص الليل بقى موقف تاني، ست بطالة مليانة شر وجاية تبكي عند رجلين المسيح، وخطايا كتيرة قوي، وما نعرفش كم مرة وقعت في الزنا، إنما في الآخر يقول لها إيمانك خلصك اذهبي بسلام. إذن على الأرض السلام يا أحبائي معناها ببساطة إن الواحد لما يثق في الخلاص ويركز، يعني إيه ربنا نفسه جالي واشتراني ودفع الثمن وحط اسمي في السماء، والسلام ده يخليني أغلب كل مصادر القلق والانزعاج والخوف اللي في الدنيا. في لوقا 8 تكررت كلمة اذهبي بسلام مع نازفة الدم. دي واحدة عندها إحساس فظيع بالذنب، لأنه النزيف كان بالنسبة لهم نجاسة، وهي لمست المسيح من غير ما تستأذن. قال لا تعالي أنا مش زعلان، أنا مبسوط باللي عملتيه، إيمانك في شفاكي، اذهبي بسلام وإيه سقي يا ابنة. تحسوا أنه كل واحد فاقد السلام يقرب من ربنا يقول له حبيبي خلي عندك سلام، go in peace، go يعني live in peace، enjoy the peace، يعني ما امشي شوف حالك بس ما تفقدش سلامك، خلاص أنا معاك مش ضدك، خطية شالت من عليك، أنا مسؤول عنك، خلاص ما فيش داعي تفقد سلامك خلاص. يبقى أنا واضح إن في مسببات للقلق، لكن كلها المسيح بيحلها. ليه؟ لولا ما دخل الدنيا وبقى وسطينا وبقى بيعالج مشاكلنا وعلى رجاء الأبدية والوعد بتاعه، إحنا بنتمسك بالسلام. عشان كده تلاحظوا إنه السلام ما بين الميلاد والقيامة يعني إيه؟ أسألكوا سؤال بقى لو شاطرين مش هجاوب النهاردة. في حتة مشتركة في قرايات الميلاد وقرايات القيامة، اللي شاطر بقى يطور قرايات عيد الميلاد وقرايات عيد القيامة، في حتة واحدة مشتركة أساسية بعدين نحلها. لكن السلام بين الميلاد والقيامة ليه؟ أصل المسيح جاي عشان الصليب والقيامة، فالسلام يبتدي بدخلته العالم ويكمل بقيامته. عشان كده تلاحظوا أنه كلمة السلام طلعت من المسيح بإلحاح يوم قيامته، بس هو ده سبب مجيئه من أجلنا، من أجل خلاصنا نزل وابتدت الحكاية تكر لغاية وقام يوم قيامته. في يوحنا 20 سمعنا كلمة السلام لكم مرتين ورا بعض. بصوا في الآية كده اللي قدامكم، كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم، ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه، ففرح التلاميذ رأوا الرب، فقال لهم يسوع أيضا إيه سلام لكم. يبقى ربنا بيفضل عشان كده الكنيسة تكرر إيريني باسي ما بتزهقش، أنت سلام لكم. يبقى السلام عطية الميلاد وعطية القيامة، بمعنى ما فيش سلام إلا في المسيح.
مش ممكن هتلاقي السلام لمجرد ان مشكلة اتحلت، هيجي غيرها، ولا الفلوس زادت ما هتطير او هتبقى مهدد، ولا ان الكورونا وقفت ما ده ما يجيبش سلام برضو، ما هو الموت ما راحش. انما السلام مصدره الوحيد هو ربنا جه وخلصنا، زي اكي اكسوتي امون، دي تخلي الواحد عنده سلام حقيقي. شغلتنا ككارزين بقى حبايبي الحته دي، احنا ندخل البيوت نقول ايه؟ سلام لهذا البيت، اي بيت دخلتموه قولوا سلام لهذا البيت. واحنا مش بنقول سلام عليكم يعني وخلاص، لا، احنا بنقصد اللي بنقوله، لان عندنا سلام بجد جاي من فوق بقى، سلام من السماء، ده مش سلامات كده وخلاص جدعانة، لا، ده ملك السلام جه، فاحنا معانا سلام حقيقي مرتبط بخبر الخلاص. فلما بنقول سلام لكم بنحط وراه ايه؟ اصل المسيح بعتنا، المسيح قالنا، المسيح بيحبكم وعاوزكم تروحوا السماء. من الكلام الجميل اللي قالوه القديسين انه مجرد العذراء تقول سلام يحصل حاجات غريبه في قلوب اللي حواليه. حين صار صوت سلامك في اذني ارتقد الجنين بتاعك في بطني. معناه ايه؟ تحيه السلام من حد مليان بالنعمه زي امنا العذراء ممتلئه نعمه، كلمه سلام بس تخلي اللي قدامها يعني هيطير من السعاده. عارفين لما تقابل شخص كده مليان نعمة بجد، تحس انه من قبل ما يتكلم انت هديت، انت حسيت في حاجة حصلت جواك مجرد المقابلة. يمكن تقول انا رحت لأب اعتراف مش فاكر انا قلت ايه ولا فاكر هو قال لي ايه، بس طلعت مبسوط قوي. يبقى هنا السلام ده حتى مش فكرة معينة قد ما هو قوة داخلية تتنقل من اللي عايش في الموضوع للي ايه يعني محتاج الموضوع. كمان السلام حسب ما علمنا الكتاب، وأنا بعيد وزيد في نقط معلش سامحوني يمكن أكون قلتها من أسبوعين بس احتملوا التكرار، السلام يبتدي من جوه ويطلع لبره، والاتنين دول نتيجة المخلص، نتيجة التجسد والفداء. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. يعني إيه؟ ما تفقدش سلامك. وهنا إن كان ممكناً فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. يبقى في حتة داخلية سلام جوايا قلبي ما يتهزش، وفي حتة خارجية مسلمة جميع الناس، ودي مرتبطة بدي. في واحد تلاقي علاقاته هادية بس قلبه مخنوق طول الوقت، في واحد يحاول يحافظ على سلامه بس إيه مش عارف يحب الناس، لا ما تمشيش، هو لازم يبقى الاتنين مع بعض. جواك سلام وهدوء مرتبط بعلاقتك بربنا، وبراك سلام وهدوء مرتبط بمحبتك للناس. عشان كده الوصية العظمى حب ربنا وحب الناس هي اللي بتجيب السلام. آخر حاجة أقولها لكم إن إحنا شغلتنا نوصل السلام للعالم. كيف يكرزون إن لم يرسلوا كما هو مكتوب، ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. يعني الواحد يبقى بيقول إنه في حاجة حلوة، يبقى دايماً لسانه بينطق بأخبار مشجعة، ودايماً بيشاور على السماء لأن السماء خبر حلو، وبيبص لفوق على الملائكة اللي بتقول على الأرض السلام، يبقى هم شايفين حاجة إحنا مش شايفينها. شايفين بقى هيبقى في قديسين قد إيه، وشايفين هيبقى في خير قد إيه، وشايفين في ملايين من البشر هيدخلوا السماء، أدركوا أسرع مننا السيكونس اللي هيحصل بعد كده. ربنا يدينا نعمة إن إحنا نحافظ على سلامنا، ونبقى دايماً رابطين بربنا يسوع مش بأي ظروف. وعشان كده أبسط تدريب إن أنا لما أكون مشدود من حد أو من داخلي أقول اسم ربنا يسوع، لأنه في وحده يكمن السلام. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.